وفريق النادي الاهلي للكره الطايره هو في المركز الاول. فاللي انا عايز اقوله في مجموعه من اللاعبات وزي ما قلت جيل بيسلم جيل، في اجيال بدات يعني قديمه، ممكن في ناس لا تذكر الاجيال القديمه الاولى، ولكن يمكن اقول الانجازات بدات على ايد مجموعه من اللاعبات زي تاني توسن ومنى عبد الكريم وهناء حمزه مش عايز انسى حد يعني. وبعد كده من جيل لجيل لغايه ما نوصل للجيل الحالي، آية الشامي وفريد العسقلاني ونهلة وشروق والمجموعة اللي معاها. فالنهاردة احنا ما زلنا على قمة البطولات الأفريقية، وأيضا محافظين على التفوق الموجود. بالتالي ما احتاجناش السنة دي صفقات جديدة يا كابتن في الكرة الطائرة النسائية، يمكن الحمد لله احنا عندنا أفضل لاعبات، يمكن محترفة بس هي اللي انضمت. يعني هل في تخطيط لحاجة أو خلاص كده بالنسبة لنا برضو مش محتاجين؟ الكابتن حمدي الصافي أبدى رغبته في ضم ليبرو من نادي الصيد، وإحنا بنحاول إن احنا دلوقتي نخلص الإجراءات ووصلنا لمرحلة كبيرة، دي الحاجة الوحيدة اللي هو طلبها. تمام. إلى جانب اللعيبة البرازيلية اللي تم الاستعانة بيها، واعتقد ان مجموعه اللاعبين الموجودين دول هنشارك في افريقيا يا كابتن لو اقيمت. يعني لغايه دلوقتي احنا جاهزين نروح، ما فيش مشكله. احنا في اي وقت. يعني هي كانت البطوله المفروض ان احنا هننظمها قبل جائحه كورونا. يعني حضرتك النادي الاهلي فعلا هو اللي كان حظى بشرف تنظيمها. ولسه حتى الان احنا اللي جاهزين، يعني مستنيين لغايه دلوقتي. طب هل في اتصالات مع دكتور عمرو مثلا هتقام ولا لا؟ يعني برضو منتظرين يبقى قرار اتحاد افريقي. ليه؟ لان الظروف اتغيرت النهارده، ويعني طرق المواصلات ومين كم فرقه هتشارك، الحاجات دي مهمه جدا في التنظيم يعني.